معانا مين يا جماعه؟ استاذ محمد من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. والله انا اكلمك بمشروع، مشروع البوتيلو. ايوه. انا بروح البنك دلوقتي بيقول لي القرض ده ما نزلش عندنا، بنك التنميه الزراعيه. ما نزلش ازاي يا جماعه؟ بيقول لي ما نزلش في محافظه الدقهليه، واروح اقول له اعمل لي ملف، يقول لي لا مش هتعمل ملف. وقال لك ايه يا فندم؟ قال لي لا ما تعملش ملف لدين البنك، قال لي لا ما تعملش ملف لان مش موجود عندنا في البنك. ما تعملش طلب؟ ما تعملش طلب. اي اه مدير البنك بنفسه اللي بيقول لك كده؟ ايوه. طيب يعني انا عايز اقول لك ان اول محافظه سجلت فيها كانت الدقهليه. اول محافظه رحت سجلت فيها قرض البتيلو وشفنا المزارع اللي صرفت والمربيين اللي صرفوا والترقيمات والتسجيلات والناس دي شغاله كانت الدقهليه. معناه ان هو ما نزلش عنده، يعني هو ده قال لك ان ده انت ما رحتش البنك الرئيسي مثلا، رايح بنك القريه اللي هو ما فيهوش اي خدمات عنده ولا رايح في البنك اللي احنا تابعين ليه؟ انت فين تابع لمين؟ احنا تابع مركز بالاس، مركز بالاس. بالاس حاضر. انت عايز ايه ايه الامكانيات؟ البنك الرئيسي ولا البنك الفرعي؟ لا بعد اذنك هتروح البنك الرئيسي اللي عندك في المحافظه في الدقهليه. ايوه. وقدم الطلب. انت ايه الامكانيات اللي عندك يا استاذ محمد؟ انا والله حضرتك انا عامل حظيره كبيره ورحت اقدم على الكارد، قال لي ما عندكش. تمام. كنت رايح تقدم على ايه بقى؟ كنت رايح تقدم على كام راس؟ حسب ما هم يجي يحددوا يعينوا ويشوفوا انا هاخد كام. حسب المعاينه. والله انت راجل محترم، يعني انت بتقول تعالوا شوفوا اللي انتوا. طيب. ايوه. بنك القريه اللي عندك في بلقاس ده وضعه ايه؟ ايه الخدمات اللي بيقدمها لكم؟ يعني بلقاس دي مركز، انا رحت البنك تاني تبع القريه بتاعتنا اللي احنا الخيازه بتاعتنا تبع منه. اه. فقال لي البنك ده مدير البنك قال لي مش موجود عندنا القرض دلوقتي ما ينزلش من حضرتك. ايوه. هو بيعمل ايه البنك ده؟ يعني الفرع ده ايه الخدمات اللي انت شفتها؟ بيقدم القروضات والحاجات اللي هي تبع الارض وسلف زراعيه والكلام دوت. حاضر. بشكرك يا حاج محمد.